أصدقائي، سلام الله عليكم ومرحبا بكم في برنامجكم الكرة مع عزيز. المنتخب الفرنسي منتخب اللي حرز على أول كأس العالم سنة 1998 في فرنسا، وعاود الكرة وحرز عليها في مونديال روسيا سنة 2018، يعني هو البطل حاليا. تقريبا المنتخب الفرنسي بأغلب العناصر دياله، مع تغيير الركائز الأساسية لوسط الملعب ديال المنتخب الفرنسي اللي هما كانتي وبوغبا وماتويدي، وكيعوضهم حاليا شواميني ورابيو. غريزمان لاعب هو وسط الميدان حاليا اللي كيلعب كيشغل مركز صانع ألعاب. المنتخب الفرنسي فريق منظم دفاعيا، فهو أكثر فريق منظم دفاعيا على المنتخبات كاملين اللي واجهناها، إلى جانب المنتخب البرتغالي. الفرق اللي بيناتهم هو أن المنتخب الفرنسي كيتفوق على المنتخب البرتغالي في السرعة ديال المهاجمين ديالو اللي كيكونوا في الأطراف، اللي هما عثمان ديمبيلي وكذلك لامبابي. المنتخب الفرنسي ما كيهتمش بالاحتكار ديال الكرة السلبية اللي ما كتنفعو حتى شي حاجة، وما كتنفعش المنتخبات كلهم حتى شي حاجة. شوفوا المنتخب الاسباني شنو وقع عليه مع المنتخب المغربي. وكيعتمد كذلك على اللاعب المباشر، يعني ملي كتقطع الكره، يعني ملي كيقطعوا الكره الخصم ديالو، انهم كيمشيو للمرمى مباشره دائما على الاطراف. واللاعب مبابي وكذلك عثمان ديمبيلي اللي كيعرفوا يديروا تمريرات عرضيه في اتجاه جيرو. واللاعبين اللي كيديروا الدعم، يعني رغم انهم كيمشيو على الاطراف العكس المنتخب البرتغالي، فكيروتريو الكره اللاعبين اللي كيجيو من وسط الميدان، اللي هم خصوصا رابيو وكذلك اللاعب غريزمان. فعندهم مشاكل كبيرة في لازون 14، يعني مشاكل كبيرة كيخليو، يعني كي اللاعب تشواميني ملي كتكون شي كرة ثابتة أو كتكون شي هجمة مرتدة في اتجاه مرمى المنتخب الفرنسي، فكيكون قريب للمدافعين وكيخلي لازون 14 يعني دوزيام بالون كتشكل عليهم خطر كبير في أمام المرمى يعني مباشرة. فخاص اللاعب اللي غادي يجي من الخلف ويقذف الكرة في اتجاه المرمى، خاصو يقذفها بطريقة، يقذفها طريقة أرضية، يعني خاصو يثير الكرة في اتجاه البوطو بطريقة أرضية، لأن المدرب، لأن الحارس المرمى ديال المنتخب الفرنسي فعنده مشاكل في الكرات الأرضية، كنا كنعرفوه، كنا كنتفرجوا فيه في توتنهام. فخصنا نرغموا المنتخب الفرنسي على أنه في الهجمات ديالو يلعب على العرضيات أو على العرض، حيث خصنا نمتصوا الهجمات ديال ديمبيلي ومبابي، يعني الكونتر اتاك ديالهم سريع، كيكون سريع وسريع جدا، يعني سريع هاد اللاعبين، فخصنا نسدوا عليهم العمق ونلعبوا على المرتدات. والمرتدات ديالنا خصنا نركزوا على طلب الكرة في اتجاه بوفال وكذلك في اتجاه زياش، خصنا نلعبوا بزاف على بوفال، خصو يعطينا عرضيات بوفال في اتجاه دوزيام بوطو اللي فيها اللاعب اوباميكانو لاعب بايرن ميونيخ. خصنا نركزو كثير على هذا اللاعب، حيث هو اللي كيرتكب اخطاء في دفاع المنتخب الفرنسي، هو اللاعب كوندي لاعب برشلونة، واللي كيبان انه باقي ما يعني باقي كيدير اخطاء، يعني اخطاء في التغطية، مثل اللاعب الظهير الايمن للمنتخب البرتغالي دالوت، يعني نفس الأخطاء الدفاعية اللي عند المنتخب البرتغالي هي عند المنتخب الفرنسي، مع ترك المنتخب يعني مع ترك المنتخب الفرنسي اللي في الكرات الثابتة كيخلي لازون 14 خاوية. وتشواميني يعني عنده واحد التدخلات شوية، يعني التدخلات ديالو ماشي في المستوى، يعني بحال كينفعل شوية، وخاصنا نركزوا عليه.
يعني في اللاعبين اللي كيجيو من الخلف اللي هما الوسط الهجومي ديالنا، حنا خصو يركز على هذه المسائل. في اتجاه يعني هو ملي كيقطع الكرات تقريبا يعني ديما كيلوح لمبابي او كيلوح في اتجاه غريزمان، فخصنا نركزو بشكل كبير على هاد اللاعبين. كذلك الحارس اللي عنده مشاكل في الكرات الارضيه كما قلت، اللي كتماركي عليه في الغالب يعني كتماركي عليه، خصنا نركزو. خصنا اللاعب مثلا اللاعب لاعب اوناحي خاصو ما يبقاش يبروسي الكره في قذافات ديالو، ما يبقاش يبروسي الكره في اتجاه دوزيام بوطو، خاصو يركز بشكل كبير على نقاط الضعف ديال الخصم، خصنا نستغلو الهجمات ديالنا بشكل جيد. اكثر اللاعب يعني كاين اللاعب رابيو اللي كنا كنعرفوا انه كيشغل ظهير ايسر وكيشغل حتى وسط الميدان، الان كيلعب وسط الميدان ديال الوسط، هو راه يعني اختصاص ديال وسط الميدان، لكن كيتميز بالبطء وكيتميز القوه اللي عنده في الاختراق، وانه كيعاون الهجوم، وانه في الكره الثابته كيكون جيد، يعني كيدعم الهجوم بشكل جيد. اللاعبين ديالنا خصهم يركزوا على القذافات، يعني كما قلت خصهم القذافات يركزوا عليها بشكل جيد، ودوزيام بالون سيرتو دوزيام بالون خصنا نركزوا عليها في الهجمات ديالنا وفي المرتدات ديالنا، خصنا نركزوا بشكل جيد على القذف يعني الارضي، ماشي يعني غالبا خصها تكون في الركن الايمن، لان الحارس لوريس عنده نقص في الكرات ديال اللي كيمشيو في اتجاه المرمى وكتكون ارضيه، فخصنا نركزوا عليها بشكل جيد باش نحاولوا نحرزوا هدف. وملي نحرزوا الهدف ديالنا خصنا نسدوا على المنتخب الفرنسي ونضيقوا عليه المساحه ونرغموا على انه يلعب الارضيات، يعني المنتخب الفرنسي كتبان عليه واحد النرفزه كبيره في اللاعبين سيرتو مبابي وكذلك شواميني، عندهم كذلك اللاعب وميكانو حتى هو عنده مشاكل في النرفزه، كيتنرفزوا هاد اللاعبين كتبان عليهم نرفزه كبيره، يعني اللاعبين عليهم واحد الضغط كبير خصنا نركزوا عليه، وخصنا نحاول المنتخب المغربي على انه يكون اللاعبين ديالو خص يكونوا في اتم الجاهزيه، لان ما بقاش بزاف، بقاو لينا جوج مباريات ان شاء الله ونوصلوا للنهائي، النهائي المرتقب الحلم الاكبر للمغاربه، فخصنا هذه ارضنا عربيه، خصنا نحاولوا تكون الارض ديالنا ونشدوا الكره ديالنا في رجلينا وما نضيعوش كوري وسط الميدان، راهم في المرتدات خطيرين وخطيرين جدا، فخصنا نحاولوا نلعبوا كره طوال في اتجاه زياش وكذلك اللاعب بوفال وشدوا الكره في رجليهم ويقلبوا على دوزيام بوطو، وانهم تف القذافات يعني ملي روتري البالون في اتجاه اللاعبين اللي جايين من الخلف، فان اللاعب اللي جاي من الخلف خصو يركز بشكل كبير ويعرف التعليمات اللي عليه، وانه ما يحاولش يلعب يعني يستعرض العضلات ديالو كما وقع مثلا في بعض المباريات ديال المنتخب المغربي، ان بعض اللاعبين كيبقاو يراوغوا بزاف هذه المباراه، فهي ما خصش تكون هذا الشيء، خصنا نركزوا بشكل كبير على النتيجه تكون صالحنا. المنتخب المغربي لحد الان فهو موفق يعني، وبالجهود ديال اللاعبين وديال الطاقم التقني وديال المغاربه اللي كيدعيو معاهم، ف يعني اول منتخب كيصعد للدور نصف النهائي، فهو من الان من الاربعه الكبار في العالم، يعني اربعه منتخبات في العالم، المنتخب المغربي بين على كفاءه كبيره وبين على علو الكعب ديال اللاعبين المغاربه اللي ظهروا بشكل كبير، الان كتنهال عليهم العروض من فرق عالميه، فما خصناش نركزوا على انتقال اللاعبين الانديه الكبيره، خصنا نركزوا الان على المباراه اللي قدامنا واللي هي منتخب فرنسا، خصنا نركزوا على نقاط الضعف ديالو بشكل جيد
وكذلك اللاعبين خصهم يكونوا واجدين كاملين. يعني كان اللاعب اجرد غادي ينفعنا بزاف في هذه المباراه، لانه كيجيد يعني كيجيد غلق الثغرات اللي كتكون في الخلف ديال اللاعب اشرف حكيمي. اللاعب يعني نايف اجرد غادي ينفعنا، لا في الكرات العرضيه، الكره الطوال، لا الكره الطوال غادي ينفعنا بزاف هو ولا كذلك اللاعب سايس اللي كيجيدوا التغطيه الدفاعيه بشكل كبير. كنتمنى على ان المنتخب المغربي يحرز يعني اول تاهل يعني النهائي ان شاء الله. ما بقاش لينا بزاف في النهائي غير ان شاء الله، فكل شيء وارد فد كأس العالم. الآن المنتخب المغربي فهو معروف عالميا لدى المنتخبات الكبيرة، واللي أي منتخب غادي يواجهنا إن شاء الله فكيدير ألف حساب وكيدرس اللاعبين ديال المنتخب المغربي. فأنا متأكد أن المنتخب الفرنسي كيدرس كل لاعب على حدة، فخصنا اللاعبين يكونوا مركزين وركزوا في لونطرينمون ديالهم، وركزوا في التدريب ديالهم حاليا، وركزوا في الجاهزيه ديالهم. كنتمنى على ان الطاقم الطبي ديال المنتخب المغربي انه جهز جميع اللاعبين اللي معطوبين، خصو يجهزهم بشكل يعني بشكل سريع للمباراه. كذلك خاص اللاعب الاحتياطي اللي غادي يكونوا تقريبا للشتورة المنتخب المغربي راه تقريبا حوالي 3 لاعبين او 4 لاعبين اللي ما شاركوش لحد الان، فاللاعبين كلهم شاركوا وكلهم خصنا نعتمدوا عليهم، كلهم خصهم يكونوا جاهزين لهذه المباراه. فحد سعيد للمنتخب المغربي التاهل ديالو ان شاء الله الى النهائي اللي غادي يفرحنا جميع، ويا ربي يكون الحظ الى جانبنا باش نحاولوا نفرحوا جميع يعني الجماهير العربية والجماهير يعني المغربية خاصة. إن شاء الله نتلاقاو إن شاء الله في مرا نصف النهائي المرتقب بين المنتخب المغربي والفرنسي، وشكرا.